بالفيديو شاهد وليد الركراكي وأشرف حكيمي يفاجئان نزهة الركراكي والبشير عبده في منزلهم بزيارة خاصة في أول يوم من رمضان بعد سجن سعد المجرد، ويكشفون مفاجأة ستهز المغاربة. شاهد ماذا حصل. ولكن إذا كنت مسلم وتفتخر بأشرف حكيمي ووليد الركراكي فيرجى الإعجاب بهذا الفيديو وتعطير فمكم بالصلاة على رسولنا الكريم. للأسف استقبلت أسرة النجم المغربي أشرف حكيمي أول أيام الشهر فضيل بكل حزن وأسى، وذلك بعد الحكم على ابنها سعد المجرد بالسجن 6 سنوات لتورطه في قضية اغتصاب شابة فرنسية أقسم سعد المجرد أنه لم يرتكبها. لكن ما هز العالم وهو ما قام به وليد الركراكي وأشرف حكيمي اليوم. وتداول رواد التواصل فيديوهات وصور تظهر وليد الركراكي وأشرف حكيمي يقومان بزيارة خاصة لوالدي سعد المجرد الفنان نزهة الركراكي والبشير عبد، ودخلا معا لمنزل هذه الأسرة المكلومة وهما يحملان باقات من الورود وأكياس من الحليب. وظهرت نزهة الركراكي وهي تدرف الدموع غير مصدقة هذه المفاجأة الكبيرة من هؤلاء النجوم الكبار. وقد تناولوا وجبة الإفطار معا، وبعد أدائهم لصلاة المغرب رفعوا كفوفهم للعلي القدير داعين إياه بالفرج للنجم المغربي سعد المجرد الذي يقضي عقوبته ظلما خلف القضبان في باريس، الشيء الذي أثار إعجاب كبير وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذا الحدث العظيم. وفي النهاية لا تنسوا إخبارنا برأيكم في التعليقات بهذه الخطوة الإنسانية التي قام بها وليد الركراكي وأشرف حكيمي، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة.